ونستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين أنا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجان من المسجد، إذ جاء رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ قال أنس: فكأن الرجل استكان. فقال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحببت. في رواية لأنس رضوان الله عليه قال: فما فرحنا لشيء أكثر من فرحنا لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ: أنت مع من أحببت. قال أنس رضوان الله عليه: وأنا أشهد الله أني أحب الله ورسوله، وأني أحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. في هذا الحديث الصحيح من الفوائد ما لا يقادر قدره ولا تحصى عديده، ولكن الذي نريد أن نلتقطه من بين تلك الثنايا ونخرج به من بين تلك الحنايا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب على السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل بأداة استفهام عن الزمان، فأجاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسلوب الحكيم كما يقول البلاغيون. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن يمهد للأمة سبيل الأخذ بتلك المماحكات العقلية والافتراضات الجدلية، وهو منهج لما أخذت به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامت على سواء الصراط. ثم لما غلب نقيضه وعلى ضده وقعت الأمة فيما وقعت فيه من التخلف والانحطاط. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرجل بقوله متى الساعة، ولم يشأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشير إلى الجواب على هذا السؤال لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أخذ بيد الرجل من الواقع النظري الذي يسبح فيه فكره ويجول فيه عقله إلى واقع عملي مثمر في دنيا الله جل وعلا. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع هذا الآن، ولكن ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان لها كما يقول أنس رضوان الله عليه وهو يصف واقعة حال، لأن هذا الأمر كان بمحضر منه وتحت عينيه رضوان الله عليه، بحيث إنه ينقل لنا صورة متكاملة الأجزاء بما فيها من الصوت والحركة واللون والمكان مقترنا بالزمان. يقول أنس رضوان الله عليه لما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا ما أعددت لها، فأجاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال آخر يقيم الرجل على سواء الصراط المستقيم، ما أعددت لها؟ هي آتية لا محالة، فما أعددت لها؟ فلما استكان الرجل وتطامن ما كان منه ناشزا ثم عاد إلى أرض واقعه من أفق تصوراته ومسبح خياله، لما عاد إلى أرض واقعه مفتشا في ذاته وضميره أحنى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب العاطفة المستكنة في قلبه، قال والله يا رسول الله ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الذي قد سألت عنه من أمر العمل، فإني والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن أمرا كالأصل المستقر في حبة القلب، ولكن أمرا كالقاسم المشترك الأعظم تبنى عليه جميع الأعمال، وهو ركن فيها لا يفارقها ولا يمكن أن تتخلى هي عنه، ولكن أمرا ما يجول في خاطري مقسم أنا عليه من غير حنف ومن غير اضطرار، والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة بيد أني أحبك صلى الله عليه وسلم، بيد أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مع من أحببت. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جعل الله رب العالمين في القرآن العظيم جعل جزاء الإحسان إحسانا، وجعل الله رب العالمين الهبة الكبرى لهذه المكرمة التي جالت في صدر الرجل فاندلقت على لسانه فيضا حبيا روحيا، يقول يا رسول الله أحبك، فقال أنت مع من أحببت، ويؤز يدفع ينشز به يرتفع بأنس رضوان الله عليه. موقف هذا الرجل وجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول وأنا أقسم أيضا
أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وإني لأرجو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، وإني لأرجو أن أكون معهم من غير ما كبير عمل ومن غير كثير جهد، ولكن لهذا الذي قررت أنت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث آفاق لا تحد، وفي الحديث عطاء لا يمكن بحال أن يحصى، ولكن هذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انتشال الرجل وانتشال الأمة من بعد انتشال هذه الأمة من التخبط في تلك المماحكات اللفظية وتلك المجادلات الكلامية إلى واقع عمل مشاهد منظور متى الساعة، ويؤلف في هذا ما يؤلف ويصنف في هذا ما يصنف، وكل حسن، ولكن الأحسن من هذا ما قرره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ما أعددت لها؟ فيأتي عندئذ من المراجعة ما يحمل المرء على أن يجعل القدم مستقرة على أرض صلبة فلا تزلق من بعده ولا تحيد عن سواء الصراط المستقيم. إن المجتمعات لا تصلح إلا بصلاح أفرادها، وإن الأفراد لا يصلحون إلا بصلاح أنفسهم، وإن الأنفس لا تصلح إلا بالتزكير. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى النفس التي أقسم بها ربنا جل وعلا في مطلع هذا المقطع من هذه السورة الشريفة. ونفس هذا قسم، وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ما الذي أقسم عليه ربنا وقد أتى بقدر التحقيق هاهنا؟ لأنها دخلت على هذا الفعل الماضي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله رب العالمين جعل صلاح هذه المجتمعات في صلاح أفرادها، وجعل صلاح الأفراد في صلاح أنفسها، وجعل صلاح الأنفس في تزكية تلك الأنفس. وهذه التزكية من زكى يزكو إذ نما وتطهر، فهو نمو وطهارة في آن. والتزكية أعمق من التعليم، لأن التعليم يتعلق بالرأس، وأما هذه التزكية فتتعلق بالنفس. نعم، التعليم يتعلق بالرؤوس، وأما هذه التزكية فتتعلق بالنفوس. هذه التزكية عميقة جدا، وهي كما هو معلوم من ثمرات الإيمان ومن حركة هذا الإيمان في قلوب أصحابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه الله رب العالمين بعثه في عرب الجاهلية، وهذا الإيمان الذي زكت به الأنفس أنفس هؤلاء الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أخرج عرب الجاهلية مما كانوا فيه من وأد للبنات، ومن عبادة متوفرة على الأصنام، ومن ذبح للأوثان، ومن ضرب بالأزلام، إلى غير ذلك من المثالب التي أحاطت بهم واشتملت عليها حيواتهم. أخرج الله رب العالمين بهذا الإيمان عرب الجاهلية مما كانوا فيه من الزنا والربا وقتل الأنفس والأخذ بالفواحش وأكل الميتة وغير ذلك مما لا يليق بالنفس في فطرتها السوية،
أخرجهم من هذا إلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتحويل كأنه خلق جديد بإعادة صياغة لتلك الأنفس حتى صاروا أبر الناس أنفسا وأعطف الناس قلوبا وأثبت الخلق على طريق الإيمان أقداما وأعطى الناس لذات يد وأحرص الناس على عبادة الله رب العالمين وإصلاح الدنيا بالدين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الإيمان هو الذي أخرج عرب الجاهلية مما كانوا فيه لما زكت أنفسهم به فاستقامت، فصلح الأفراد، فصلح المجتمع، فصلح العالم بعد بفضل الله جل وعلا. وهذا الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من حوات إلى هدات. حول الإيمان بفضل الله جل وعلا هؤلاء السحرة مما كانوا فيه من الشعوذة والضحك على ذقون الناس، أخرجهم الإيمان من الحوات إلى الهدات بفضل الله رب العالمين. لأن الإيمان تزكو به النفس وتتطهر وتنمو به الروح وتتأثر، لأن الإيمان يعيد صياغة المرء صياغة جديدة، يحدد هدفه ويضع على الطريق قدمه، ثم يقف صلبا شامخا لا يتحلحل ولا يلين. وأنت خبير بأن التزكية، بأن التطهير والنماء إذا ما واقع نفسا فأصلحها، فصلح القلب بعدئذ، غير الإنسان ظاهرا وباطنا. وأنت خبير بأن الإيمان لا يغير من الإنسان اسمه، ولا يغير من الإنسان شخصه وجسده. لا يتغير المرء هكذا ظاهريا اسما ولا جسدا، وإنما تتغير مفاهيمه ويتغير تصوره ويتغير هدفه، ويحدد المدى البعيد الذي يريد أن ينتهي إليه خطوه. فهذا التغيير الذي إذا ما وقعت التزكية على القلب بالإيمان شمل النفس فأصلحها، هو الذي حول هؤلاء الحوات إلى هؤلاء الهدات الذين وقفوا كالجبال الشم يلاطمون أعتى القوى في الأرض في ذلك الزمان، يقولون بملء الأفواه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعلنونها هكذا في سمع الزمان مدوية، والإيمان لم يخالط هذه الأنفس في طويل زمان، وإنما وقع الإيمان رفرافا شفافا على قلوبهم فاستحوذ عليها فتغيروا، وهم كما هم، وهم قائمون في المدى على ما كانوا عليه عندما ألقوا عصيهم وحبالهم فسحروا أعين الناس، وظن موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى. هم على ما كانوا عليه لم يتحولوا قيد أنملة، ولم يتبدلوا شيئا ظاهريا يمكن أن يحصى عليه، وإنما تغير في الأنفس في القلوب شيء ما، شيء عظيم، أعاد صياغة تلك الأرواح وأعاد صياغة تلك القلوب. وعندئذ نطقت القلوب، نطقت الألسن مترجمة عن القلوب بنطقها بكلام جديد، لأنهم كانوا من قبل يتحدون المعجزة، والناس قد جمعوا من كل صوب لكي يتفرجوا. فلما أن ألقوا ثم ألقى موسى علموا الحق النازل عليهم صادعا لقلوبهم، آخذا بزمام تلك القلوب إلى سواء المحجة،
فاستقامت الأقدام وانقشعت الغمة وانكشف الحجاب فرأت الأعين بالبصيرة ما لا تراه الأعين بالأبصار. وعندئذ جاء الإيمان المغير تغييرا حقيقيا. ألا إن الإيمان لا يغير اسما ولا جسدا، وإنما يغير تصورا وهدفا. إن الإيمان يحدد علاقة المرء بذاته، وعلاقة المرء بمن حوله، وعلاقة الإنسان بما حوله، وعلاقة العبد برب العزة فوقه. فإذا ما حددت العلاقات فاستقام السبيل، فعندئذ حدث عن آثار هذا التغيير ولا حرج. إذن هذا الإيمان العظيم الذي تزكو به الأنفس، فإذا ما صلحت الأنفس صلح الأفراد بصلاحها، وإذا ما صلح الأفراد صلحت المجتمعات بصلاح أفرادها، وعندئذ تصلح الدنيا جميعها. هذا الإيمان لن نتكلم اليوم على ضوء هدي كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فلسفته، ولا في قواعده، ولا في أركانه، وكل ذلك حسن وكل ذلك مطلوب، ولكن فلنأخذ بأزمة قلوبنا إلى أمر آخر لكي يتراءى لنا شاخصا عمليا. لننظر إلى بعض آثار هذا الإيمان في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في المسيرة السابقة من المؤمنين منذ جاء إلى دنيا الله رب العالمين نبي من عند الله رب العالمين، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين الخاتم والرسالة الكاملة التي لا خلل فيها ولا زيغ عنها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى هذا المجتمع على قواعد الإيمان المكين، ثم بدت آثاره حينا فحينا. وخذ إليك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، هي أمنا رضي الله عنها وأرضاها، وانظر إلى موقف من مواقفها لكي تعلم كيف يكون حال المجتمع إذا ما صلح أفراده، وكيف يكون حال المجتمع إذا ما استقرت قواعد الإيمان في مؤسساته وفي جميع بناءاته وفي جميع أحواله. انظر إلى أم المؤمنين رضوان الله عليها، عليها ثوب خلق، عليها ثوب بال، وهي صائمة وعندها جارية هنالك. وقد أرسل معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه إلى أم المؤمنين عائشة 80,000 درهم، وهي صائمة عليها ثوب خلق. ولك أن تتأمل في هذا المذكور هاهنا على حسب الرواية، لأن له ملامح ينبغي أن يعول عليها وأن ينظر إليها وأن يمحص المرء في أطوائها. هكذا وردت الرواية عليها ثوب خلق، عليها ثوب دال، وهي صائمة. فلما جاء هذا العطاء الكثير 80,000 من الدراهم فوضع بين يديها، فأخذت تحبن منه حطنات: اذهبوا بهذه الحطنة إلى فلانة، واذهبوا بهذه الحطنة إلى فلان، حتى أفنتها جميعا فلم تبق منها درهما. وهنا انتبهت الجارية إلى أم المؤمنين بفعلها، فقالت: يا أم المؤمنين، لو أنك أبقيت لنا درهما أو درهمين فاشترينا به أو بهما لحما لفطورك لإفطارك لكان حسنا،
قالت عائشة رضوان الله عليها: أما إنك لو نبهتيني لتنبهت، لو ذكرتيني لتذكرت. رضوان الله عليها. إن الله رب العالمين جعل الإيمان مستقرا في هذه القلوب البريئة، وعندئذ يظهر في واقع الحياة من آثاره، من ثماره، من أحواله، من نتائجه ما يصلح عليه حال العالم. أما أن نتوقف عباد الله عند حدود نظرية لا نتعداها، كالذي يصف فضيلة خلق الحياة وكيف أنه خلق الإسلام العظيم، ثم لا تجد عنده حياء بمرة، كالذي يطنب مثنيا على خلق الكرم وهو أبو البخل وأمه في آن، كالذي يصف ويصف من تلك الأخلاق ثم لا يتحصل من واقع نظري على ثمرة عملية بادية في دنيا الله. مثل هذا يقال له: إنك كمثل القابض على الماء خانته فروج الأصابع. إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يحول النظري إلى العملي في آن واحد بوقت واحد من غير ما طويل زمان. لذلك كان قرآنا يتحرك على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحسبون هدان الله وإياكم إلى سواء الصراط أن الدرس القرآني كان ينزل من السماء على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ما تلي على الأصحاب اهتموا به تلاوة وحفظا وترتيلا وأداء، ثم يتوقفون عند هذه الحدود، وكأن الله رب العالمين ما أنزل القرآن ليعمل به في دنيا حاشا وكلا، وإنما كانوا يتلقون الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة، يتلقونه غضا طريا لكي يتحول في الحياة إلى واقع منظور. ولذلك أثر عنهم ما أثر من تلك الأمور التي هي النتائج الباهرة والنتائج والثمرات الظاهرة التي لا ينقضي العجب من النظر في أطوائها، ولا يستطيع الإنسان إذا ما نظر فيها منفصلة عن ذلك الأمر الذي قرر من أن القرآن لم ينزل للمتاع العقلي ولا للترتيل في المحاريب فحسب، هو للترتيل في المحاريب. وهناك تلاوة تسمى تلاوة التعبد، على كل حرف ثواب ولكل حرف جزاء، كما أخبر بذلك نبي رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن التحويل إلى الواقع العملي المعيش عندئذ يكون المرء تاليا بحق. ولذلك إذا ما فصلت هذا عن هذا ونحيت هذا عن هذا فلم تستطيع أعزك الله أن تفهم ما كان من تلك النتائج ومن تلك الثمرات. ها هو عمر رضوان الله عليه في سفرة من سفراته رضوان الله عليه، ومعه بعض الأصحاب من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، فرأى راعيا ينحدر بغنمه من الجبل، فقال عمر رضوان الله عليه: يا راع أعطنا شاة من هذه الأغنام. فقال: إني مملوك وليست لي. فقال عمر مختبرا رضوان الله عليه: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي بصوت مدون وإن كان خفيضا، بمعنى مشوب بنار مستعرة من الاستنكار، يقول: فأين الله؟ وعندئذ استعلم منه عمر رضوان الله عليه عنه عن سيده بأحواله، ثم اشتراه فأعتقه،
ثم قال له: إن هذه الكلمة قد أعتقت رقبتك في الدنيا، وإني لأرجو الله أن تعتق رقبتك في الآخرة. لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور قولة هذا الراعي لأمير المؤمنين. فأين الله؟ كالمرأة التي حاولها من حاولها وطاولها من طاولها، حتى إذا هدأت الأنفس وهجعت الأعين، وحتى إذا خلى المكان من السمار، جاءها كمثل الحباب يسعى، فقال لها: إن الناس قد ناموا ولم يبق إلا الكواكب. قالت: إن الكواكب شاهدة. قال: قد غارت الكواكب الآن وذهبت. قالت: فأين مكوكبها؟ فأين الله رب العالمين؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن نفهم أمثال هذه الأمور إذا ما اجتزئت من سياق الإيمان الذي هي فيه والذي هي منبثقة عنه. إذا ما اجتزأتها بعيدا فأنت في حال كحال الفلاسفة الأقدمين، رجل على قمة باردة من قمم الفكر الأجوى، تفكر ما تفكر، وتنظر ما تنظر، وتقعد ما تقعد، والحياة سائرة في دربها لا تستقيم على حال، ولا يمكن لسننها أن يكون غير ذي أمث ولا عوج. لا تستقيم بحال أبدا إلا إذا كان زمامها في يد الشرع الأغر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما فعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن الإنسان قد خلق وجبل على الأنانية، فهي شيء من طبعه، ولا يقولنك هذا الذي أقول، فإنه مثبت في كتاب الله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا فبين الإنسان وبين الشح من الآصرة ما وصفه الله رب العالمين: وأحضرت الأنفس الشح. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهرم الإنسان وتهرم بل تشب فيه، يهرم الإنسان، يكبر الإنسان، تعلو به السنون، وتشب فيه، يعني لا تزال شبابا فيه خصلتان: حب الدنيا وكراهية الموت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الأنانية مما جبلت عليه الأنفس، وهي تحتاج إلى وقاية توجد هنالك، تحتاج إلى سد مضروب كالسد الذي جعل ليأجوج ومأجوج، وإلا فإنها تنساح في مسارب النفس وتستحوذ على خلال القلب، ثم لا يتأتى من الإنسان خير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كان له واديان من ذهب لتمنى أن يكون إليهما ثالث. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، فهذا هو الذي يمكن أن يملأ، لأن الجوف قد خلق من تراب، وفراغه لا بد أن يتجانس بالمملوء به مع هذا الذي خلق منه. يقول: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه الأنانية التي جبلت عليها الأنفس كيف تتحول إلى أثرة بادية، إلى إيثار ظاهر من أثرة بادية؟ هذه الأنانية تظهر أثرة بادية بحب نفس وبحب استحواذ وبرغبة في التملك، كيف تتحول هذه الخلال إلى هذا الأمر العظيم الذي جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسيا لقواعده كنتيجة مباشرة
وكأمر ظاهر بأثر غير منكور للإيمان الذي زكى الأنفس فأصلحها بفضل الله رب العالمين. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلق الإيثار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما تأملت في أحواله رأيت كيف علم الأمة بالمثل العملي المضروب من بعد ما أرسل القواعد النظرية حينا بعد حين، ثم هي ممازجة للواقع المطبق على هذا الأمر النظري المضروب. جاءه رجل من أصحابه أو امرأة رضوان الله عليهم جميعا بثوب هدية، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إليه، ثم جعله على جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير بأنه ما كان يقول لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أهو نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أهو نعم صلى الله عليه وسلم. فقام بعض أصحابه فقال يا رسول الله اقتنيه، أي أعطنيه كساء فإني أريده. فقال دونك بغير ما تردد ولا توقف، حاشا وكلا، بل إنها السجية التي فطرت كرما، ولا أقول فطرت على الكرم فبينهما فارق عظيم، إنما فطرت كرما وقدت من جود صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونك. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل الناس على الصحابي المستوهب الهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا عليه لائمين زاجرين، ويحك أما علمت حاجته إليه؟ أما علمت أنه لا يرد سائلا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال علمت ذلك كله، ولكني والله ما أردته لألبسه، وإنما أردت بعدما باشر جسده الشريف أن يكون كفني، فكان عنده حتى الوفاة فصار كفنه رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة هذا الأثر المباشر للإيمان الذي زكى الأنفس، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب المثال من بعد المثال، وأصحابه رضوان الله عليهم يقتفون الأثر. فأبو بكر يأتي بماله جميعه فيجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعثمان رضوان الله عليه يجهز جيش الأسرة. المال عرض زائل وظل زائل ولا قيمة له في نفسه، لأنك لو كان لديك قنطار من ذهب ثم ضربت في بيداء الأرض وخط في متاهاتها وانقطعت بك السبل في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وهي أكثر من كأس اللئيم، ثم إنك احتجت إلى قطرات من ماء لكي تروي تلك الغلة الصاغية في حلق مشقق مقدود، ثم إنك أخذت تنفر الأنفاس نفسا من بعد نفس وقنطار كامل من الذهب بين يديك هو لك ملك يمين، إنك عندئذ لا يمكن أن ترغى به ولا يمكن أن يطعمك من جوع، ولو أنك قد عرض لك ولو بملك الدنيا جميعه، لو أنه عرض لك بدلا ببدل رأسا برأس شربة ماء، لو عرض لك شربة ماء بما تملك لكانت أحب إليك وأعز عليك وأجزى نفعا لديك من كل هذه الدنيا. وهذا هو المعنى الذي لفت إليه ابن السماك رضوان الله عليه واعظ الإسلام الكبير
كيف لفت هذا الأمر ذهن هذا الرجل؟ هذه هبات رب العالمين. لما دخل على الرشيد، والرشيد من هو؟ رضوان الله على صحابة النبي ورحمة الله على التابعين وعلى العلماء المجتهدين، ومنهم هذا الرجل المظلوم رحمة الله عليه. لما دخل ابن السماك عليه في دس ملكه وهو مستو في إيوانه على عرشه رحمة الله عليه وفي يده كأس من ماء، فدخل ابن السماك وملك الرشيد هكذا كان ينظر إلى السحابة في السماء فيخاطبها رحمة الله عليه يقول: انطري حيث شئت، انطري حيث شئت فسوف يأتيني حراجك. لأن أرض الإسلام كانت لا يغيب ولا تغيب عنها الشمس، أرض الإسلام كانت لا تغيب عنها الشمس، كأن توجهت سحابة بثقل مائها فأمطرت قطرها فأنبتت زرعا، خرج خراج يعود إلى بيت المال زكاة أو ضمانا أو ما أشبه من تلك الأموال التي تصب بعد في بيت المال. انطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ملك لا تغيب عنه الشمس، وهو جالس على كرسيه في إيوانه، فدخل عليه ابن السماك وبيد الرشيد كاس من ماء، فقال له الرشيد: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وانقطعت بك السبل، أكنت تعطي لمن يأتيك بهذه الشربة التي في يدك نصف ملكك؟ فتفكر الرجل وما قيمة ملك عندئذ وفي تلك الحال، وما قيمة ملك عند كأس بل شربة من ماء تساوي الحياة؟ ما قيمة الملك مهما بلغ بالحياة مهما كانت في أي صورة من صورها؟ فتفكر الرجل قليلا ثم قال: بل كنت أعطيه ملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أنك شربت هذه الشربة سلمك الله فاحتبست فيك فأصابك حسر بول فلم تستطع منه فكاكا ولا عنه زوالا، أكنت تعطي لمن يستخرج البول من متانتك نصف ملكك الآخر؟ الرشيد يذهب إلى الملك كله، والرجل يتوقف قناعة عند نصف الملك فيقول: أكنت تعطي لمن يخرج قطرات البول المحفورة فيك من متانتك نصف الملك الآخر؟ وتأمل الرجل في الحال التي قد جعلها الرجل حالة حاضرة بعد أن كانت صورة ذهنية مجردة، بول محصور في مثانة تكاد تنشق، وألم ضار كسبع قد أنشب أظفاره وأنيابه في ذلك الجزء من الجسد، وقد اختلت جميع معايير المرء فلا يستطيع حياة ولا موتا ولا يطول سماء ولا أرضا، وإذا ما تمرغ على الأرض لا يزيده ذلك إلا ألما. فقال: كنت أعطيه ملكي كله. وعندئذ تجري الحكمة الخالدة على لسان الرجل الواعظ، فقال: يا أمير المؤمنين، فانظر إلى ملك لا تغيب عنه الشمس، والسحابة أن توجهت فأمطرت فأنبتت بقدر الله، دخل إلى صاحب هذا الملك خراج من خراجها. هذا الملك كله كان أعظم ملك في العالم في ذلك الوقت. يقول الرشيد عليه الرحمة: يا هذا كنت أعطيه ملكي كله. قال: فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند قدر الله جل وعلا شربة ولا بولة، شربة ولا بولة. فملك يتقلص حتى يعود لا يساوي مهما بلغ بولة، وملك يتقلص حتى يعود مهما بلغ شربة، شربة واحدة. ألا إن هذه الأنفس تنظر بنور الله جل وعلا،
وهي ثمرة مباشرة للإيمان. به تعرف الزيوف من الحقائق، به تضع اليد على الصحيح لكي تتجنب الدخيل. به وحده تستطيع أن تميز بين ما ينفعك وما يضرك. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين أخرج الناس، لا أقول من أسر العادة كما تورط في ذلك كثير من علمائنا الكاتبين، لأنهم عندما وصفوا هذا الأمر وكيف أخرج الله رب العالمين بالإيمان من سلطان الخمر أولئك العرب الذين كانوا قد توفروا عليه، فلما آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصاروا صحابة النبي الجليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجهم الله رب العالمين من سلطان الخمر إلى نبذها جانبا وإلى طرحها مثلما تطرح النواة، حتى إنه حرم ذلك عليهم فانقادوا بكلمة واحدة. يقول ربنا جل قدرته: فاجتنبوه رضوان الله عليهم أجمعين. فلما أراد بعض العلماء رحمة الله عليهم، وحفظ الله من بقي على الحياة منه، لما أرادوا أن يدللوا على أثر الإيمان في سلطان العادة على الأنفس، وكيف أن الإيمان يخرج الإنسان من أسر عادته ومألوف طبعه، ضربوا المثل على ذلك تحريم الخمر، وليس كذلك، لأنها ليس الأمر فيها مبنيا على العادة والتعود، وإنما هو اعتماد كما هو اللفظ العلمي الصحيح اليوم، لأن خلايا العصب وخلايا المخ فيه تعتمد اعتمادا معينا على مركب كيميائي هو موجود في جوهر تلك الخمر. فإذا ما توفر في الدماء على نحو معين بنسبة بعينها، وواصل حينئذ إلى المخ بتلك النسبة، وهي معتمدة عليه لا تستطيع أن تتخلى عنه، فهو في النشوة وفيما شئ. فإذا ما قلل ذلك القدر في الدماء، وعندئذ يختل ذلك الاعتماد في خلايا المخ، فحدث عن الحرج ولا حرج، وحدث عن المرج ولا حرج، وحدث عن الاختلال الوظيفي في بنية الجسد الإنساني. ولذلك يحاولون ما يحاولون جذب ذلك وسحبه من الدماء على وجه التدريج حينا فحينا. أما أن يكون إنسان معتمدا على الخمر اعتمادا، بمعنى أن الخمر تعتمد خلاياه العصبية في دماغه في مخه عليها على لون من ألوان الاعتماد قل أو كثر، ثم يسحب ذلك سحبا مباشرا ويقطع ذلك قطعا كليا، فإن الإنسان تختل بنيته اختلالا وظيفيا، ولا حيلة له حينئذ في أمر نفسه، ولا معد له عن الاختلال الظاهر بحال أبدا، إلا أن ربك جعل الإيمان قائما فيما لا يقوم فيه عمل بدم إنسان ولا في خلايا مخ. فالله رب العالمين يقول لعباده الصالحين: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
وما هي إلا أن وصلت إليهم تلك اللفظة الشريفة من الله رب العالمين، حتى أريقت الخمر في الشوارع، يصبح الناس كأنما المطر كان هاطلا بليل، حتى عادت منه الشوارع موحلة وحلا. لهذا الأثر الفعال المترتب على الكلمة الربانية في الصنعة الربانية. ولا جرم فالقرآن كلامه ولا جرم فالإنسان صنعته. وإذا ما مازج كلامه صنعته فحدث عن الأثر ولا حرج. وفي هذا العصر في سنة 19 من بعد 900 والألف انفقت مليارات الدولارات، وقتل 300 شخص، وسجن 10 من الألوف، وكتبت مليارات من الصحائف، وشرعت بالدستور الأمريكي مادة لحظر الخمر بتحريمها، بعدما استشرت في ذلك المجتمع فأهلكت منه طوائف لا تعد، وظلوا يلاحقون يفارضون، وظلوا يحاولون محاولة جدية تمثيل ما قد شرعوه. وهيهات، أصاب الناس لوثة من عناد، وأصاب الناس بعض من تحدٍ، فظلوا مع التقليد والتشريد والحبس والتقييد والقتل، ظلوا مقيمين على الخمر، حتى اضطروا في سنة 33 من بعد 900 والألف إلى إطلاق أيدي الناس وأفواههم ليعبون الخمر ما شاءوا، وتراجعوا عن القانون الذي شرعوا، لأنه من صنعة بشر فلا يماجد صنعة الله رب العالمين، ولا يستقيم هذا على هذا أبدا. وأما كلام ربنا جلت قدرته فإنه إذا ما أصاب صنعة الله جلت قدرته أصاب فيها حياة وأثمر فيها نماء، وأتت التزكية طهرا ونماء. عباد الله، إن المجتمعات لا تصلح إلا بصلاح أفرادها، وإن الأفراد لا يصلحون إلا بصلاح أنفسهم، وإن الأنفس لا تصلح إلا بالتزكية، وإن التزكية ليست مما يتعلق بالرؤوس، وإنما هي متعلقة بالقلوب والنفوس، هي أعمق من التعليم، وهي ثمرة الإيمان في الصدور والقلوب والحنايا والأرواح. ومجتمعنا أحوج ما يكون اليوم إلى هذه التزكية ثمرة الإيمان، فإذا ما تبدت في هذا الكون كون الله رب العالمين آثارا إيجابية مثمرة من آثار الإيمان العظيم، ضرب المسلمون في مجتمعهم مثلا لكي ينظر العالم جميعه إلى مجتمع المسلمين حقا، كيف يحيون سعداء آمنين في هذا المجتمع الذي يرتكز بمرتكزاته جميعا على العلم الشرعي الصحيح، يهدي به الله رب العالمين الأرواح ويستنقذ به القلوب. ولا جرم فأول سورة أنزلها الله رب العالمين وثاني سورة أيضا في كتاب الله رب العالمين من حيث ترتيب النزول لا من حيث الترتيب المصحفي، في أول سورة يقسم الله رب العالمين ويبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدد الله رب العالمين آفاق هذا الإسلام الجليل. اقرأ، هذا الفعل الجميل الجليل هو مفتتح سطور كتاب ربنا إلى البشرية المعذبة. اقرأ، ولكنها قراءة مقيدة وليست قراءة هائمة في دنيا الأحلام ولا في وادي الظنون، إنها قراءة هادفة مقيدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الله رب العالمين
بأي شيء علم؟ علم بالقلم. فذكره الله رب العالمين ها هنا بعدما ذكر مفتتح العلم وفاتحته وهي القراءة، فبدأ بها هذا السفر الجليل الخاتم لكتب الله رب العالمين إلى البشرية المعذبة، لكي يستنقذ الله رب العالمين من الحيرة، ويستخرج الله رب العالمين بها المخبوء من الفطرة الإنسانية السوية. بدأ الله رب العالمين أول سورة في كتابه العظيم بهذا الفعل الجليل العظيم الشفيف الحديث الرفيف الحبيب: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بين في مفتتح تلك الآيات، وهي أول ما نزل، أن الله رب العالمين علم بالقلم. ثم نزلت ثاني سور القرآن العظيم ترتيبا في النزول: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم الله رب العالمين بأداة العلم، فذكر الله رب العالمين مفتاح العلم وهي القراءة. ثم ذكر الله رب العالمين في ثاني سورة منزلة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أداة العلم مقسما بها: نون والقلم وما يسطرون. هذا قسم وهذه واوه، وهذا قسم من الله رب العالمين الجليل بهذه الآلة التي هي آلة العلم ورمزه. وقد ذكرها الله رب العالمين في آخر ما أنزل من أول جملة آيات، فتح الله رب العالمين بها سبيل التنزيل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، زكوا أنفسكم وثقفوا معلمين عقولكم، واعلموا أن دينكم ليس مجادلات لفظية ولا مماحكات كلامية، وإنما هو عمل جاد في دنيا الله رب العالمين باستخراج المخبوء في الأنفس في العقول في الأرواح فيما تحت الثرى في السماء في جوف الأرض فيما بين ذلك، إنما هو عمل جاد لإخراج الأناسي من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام العظيم. عباد الله، احملوا الأمانة، لا أقول صاغرين، وإنما احملوا الأمانة محبين. ثقفوا العقول وعلموها بعلم الله رب العالمين، وزكوا الأرواح بالتزكية الصحيحة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم زك أرواحنا واهد قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم أصلح أحوالنا وبالنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا والمسلمين أجمعين بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.